السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم كل من يهتم بشأن التعليم وبشأن المناهج، وكل من يدرس مجال المناهج ويهتم بهذا المجال. تحياتي لحضراتكم. ومع تنظيمات المنهج، يعني يقولون في علم المناهج أنه كان لدينا ما يسمى ب التنظيمات التقليدية. طبعا هم يقولوا كان لدينا تنظيمات تقليدية، وأنا أقول كان وما زال لدينا تنظيمات تقليدية في واقعنا الذي نحياه وفي مدارسنا. عندما نرصد واقع المناهج نرى أول نموذج ونستطلع هذا النموذج، نموذج تنظيم المنهج وفق ما يسمى بمناهج المواد الدراسية. مناهج المواد الدراسية هو من أقدم التنظيمات للمناهج، بحيث إنه كل مادة بتدرس بمعزل عن الأخرى. وبعدين عندما وجهت اتهامات ووجه نقد إلى ما يسمى بالمادة الدراسية، ظهرت بعض الأمور في تطوير هذا التنظيم من خلال دمج بعض المواد في صورة مجالات. مناهج المواد الدراسية ثلاث تقسيمات أو ثلاث مناهج: منهج المواد الدراسية المنفصلة، ثم حدث نوع من التحسين والتجويد فطلع ما يسمى بمنهج المواد الدراسية المترابطة، ثم منهج المجالات الواسعة. المواد الدراسية المنفصلة والمواد الدراسية المترابطة والمجالات الواسعة. في منهج المواد الدراسية المنفصلة، كأن تتحدث عن اللغة العربية بذاتها ككتاب، الحساب، التاريخ، الجغرافيا، التربية الوطنية، العلوم، الفيزياء، الكيمياء، وموزع على مراحل مختلفة. هذا المنهج اللي هو منهج المواد الدراسية المنفصلة له خصائص. ضمن خاصياته، ونركز مع بعض، الفصل ما بين المواد الدراسية التي يتضمنها المنهج، يعني الحساب لوحده والعربي لوحده والتاريخ لوحده والجغرافيا لوحدها والكيمياء لوحدها والفيزياء لوحدها. الكتاب المدرسي هو الدعامة الرئيسة التي يرتكز عليها المنهج. دور المعلم الأساسي في هذا المنهج هو توصيل وشرح المعلومات للطلاب، يعني دوري كمعلم ان انا اوصل المعلومه للطلبه. الانشطه طيب وضعها ايه؟ طبعا دور الانشطه ضئيل جدا في هذا المنهج. وبالتالي الفصل بين المواد الدراسيه التي يتضمنها المنهج كان هو الشعار الاساسي، وكل ماده على حده تدرس لها كتاب ولها امتحانها الخاص في نهاية السنة، ومطلوب من التلميذ أو الطالب إنه ينجح في هذا الامتحان. هذا الأسلوب أحبائي الكرام عند إعداد المقررات الدراسية أو عند تدريس المادة ترتب موضوعاته على النحو التالي: من البسيط إلى المركب، من السهل إلى الصعب، من الماضي إلى الحاضر، سواء بقى في اللغة العربية أو في التاريخ أو في الجغرافيا أو في العلوم أو في الرياضيات، أيا ما كان وضعه. الكتاب المدرسي هو الدعامة الأساسية والرئيسة التي يرتكز عليها المنهج في منهج المواد الدراسية المنفصل. الهدف عندي هو إيه؟ إن أنا أزود التلاميذ بالمعلومات في التاريخ أو في الجغرافيا أو في الرياضيات في شتى جوانب المعرفة، وبالتالي أصبح الكتاب المدرسي هو الذي يتضمن المعلومات التي يزود بها الطلاب أو التلاميذ. ولهذا هنا نسأل سؤال مهم: ما الدور الرئيس للمعلم في هذا المنهج؟ طبعا دوري كمعلم في منهج المواد الدراسية المنفصلة هو شرح المعلومات، وبالتالي المعلومات دي اللي أنا هجيبها من المراجع اللي بره، ولا هجيبها من الويب، ولا هجيبها منين؟ لا، المعلومات الموجودة في الكتاب المدرسي حتى يتمكن التلاميذ من استيعابها. وكل ما كان المدرس متعمق في مادته، كل ما كان قادر على انه يحقق اهداف المنهج بشكل كبير. طب بقيه الاهداف التربويه فين؟ الاهداف المهاريه، الاهداف الوجدانيه،
التي تشكل الإنسان اللي قاعد قدامك في الصف ماليش دعوة بيها. أنا اللي يهمني هو أن أزود التلاميذ بالمعلومات في هذا المنهج. طيب، وضع الأنشطة إيه في منهج المواد الدراسية المنفصلة؟ لا يمكن أن نجد إقبال من التلاميذ على النشاط، لأن الهدف الأساسي إنه يعرف الكتاب، إنه يحفظ الكتاب. الهدف الأساسي إنه ينجح في الكتاب. والهدف الأساسي إنه يحصل على الشهادة في النهاية. هتلاحظوا حاجة مهمة جدا، إنه هذا النوع من المناهج ضمنيا ما زال يطبق في واقعنا حقيقة. ظاهريا نسمع على أننا نهتم بالأنشطة ونهتم بالمجالات ونهتم بكذا، أما الواقع في شهاداتنا سواء في التعليم الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي أو الجامعي غالبه يركز على هذا النوع من المواد الدراسية. من مزايا منهج المواد الدراسية، أولا بينقل جزء مهم من التراث الثقافي لاهتمامه بالمادة الدراسية، بيقدم المواد بطريقة أكثر عمق وتنظيم، اقتصادي، لا يكلف، بيتخطط بشكل سهل في إعداده وتنفيذه وتقويمه. كتير من رجال التعليم وفي التعليم العام وفي الجامعات بيشجعوا هذا الأمر، لأنه أغلب القائمين على العملية التربوية من مدرسين ونظار وموجهين بيميلوا إلى هذا النوع بالنسبة له. طيب، إيه عيوب منهج المواد الدراسية المنفصلة؟ أولا يبنى على فلسفة غير سليمة. أين كيان البني آدم؟ أين ميوله؟ أين حاجات المجتمع؟ أين قيم المجتمع؟ أين قيم التي يجب أن ترسخ وتؤصل؟ إذا يبنى على فلسفة غير سليمة، يهتم بتنمية جانب واحد وهو الجانب المعرفي، يفصل ما بين المواد ويجزئ فيما بينها. التلميذ هنا دوره سلبي، لا يهتم بميول التلاميذ ولا حاجاتهم ومشكلاتهم، بيفرض مجموعة من المواد الدراسية على التلاميذ، لا يهتم بالفروق الفردية، يهمل النشاط مما يجعل الدراسة فيه مملة، لأنه كله كتب والكتب لازم تحفظ ولازم تصل إليهم. يبنى في إطار التنظيم المنطقي للمادة من البسيط إلى المركب، من السهل إلى الصعب إلى آخره. اهتمامه بالمواد الدراسية يؤدي إلى إهمال المدرسة وعلاقتها بالمجتمع. هنقف عند هذه الجزئية ونشوف إيه اللي طرأ من محاولات لتطوير على منهج المواد الدراسية المنفصلة بظهور ما يسمى بمنهج المواد المترابطة ومنهج المجالات الواسعة، وهذا ما نتناوله سويا في المداخلة القادمة إن شاء الله. نركز مع بعض. تحياتي ونلتقي على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.